بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حالة اليوم معانا شامبو كورنيلاك للشعر، ومن أهم محتوياته زيت الأرجان وزيت الشيا والجوجوبا والكافيين، والعناصر التي يحتوي عليها كورنيلا شامبو مكتوبة بوصف الفيديو. ويعمل كورنيلا شامبو على حماية الشعر من التقصف ومن أشعة الشمس الضارة، ويعمل على منع تساقط الشعر، ويعمل على تغذية البصيلات الجديدة، ويقوي الشعر الضعيف والتالف، ويحافظ على فروة الرأس من الالتهابات، ويمنع الحكة، وهو أيضا يعمل على تعويض البروتينات في خلايا الشعر. طريقة الاستعمال: يوضع على شعر مبلل ويدلك به الشعر ويغسل جيدا بماء فاتر. العبوة 250 ملي، سعر العبوة 120 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.